السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المشهد السوداني. موضوع حلقتنا لهذا اليوم المظاهرات التي خرجت في الخرطوم صباح اليوم، من ورائها وكيف تمت وما هي فرص نجاحها مستقبلا. معي من الخرطوم القيادي بالحراك الشعبي المتحد الأستاذ المغداد خالد حسن، كما أرحب بضيفي داخل الاستوديو الخبير في الشأن الأفريقي الدكتور حسن سلمان. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بالمشاهدين، مرحبا، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام. دكتور حسن سلمان مرحبا بكم. اليوم رأينا مظاهرات في الخرطوم، يعني لم تتم الدعوات لها، فجأة وصلت الشارع. تعليق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لعل المشاهد خلال الحلقات السابقة دوما ما كنا نؤكد بأن المسار يتجه إلى اتجاه تصاعدي، وأن قضية كورونا ومحاولة الاستفادة منها في ضبط الشارع والسيطرة عليه أعتقد أنها لن تكون مجدية. فمسألة كورونا الموت بها محتمل، وكذلك حبس الناس في بيوتهم والموت جوعا أيضا محتمل. وبالتالي الإنسان العادي الشخص البسيط الذي يرى بأن إذا جلس في بيته فهو يحتمل أن يموت، وإذا خرج إلى الشارع أيضا يحتمل أن يموت، فيبدو لي أن المسألة ستكون بالنسبة له مسألة متساوية. ولذلك نشاهد الآن هنالك تصاعد على كل في حركة الشارع، وحسب تقديراتي الشخصية بأن هذا التصاعد ربما يتنامى أكثر فأكثر كلما ذهبت الحكومة على الأقل في مسألة رفع الدعم وعدم توفير على الأقل الاحتياجات اليومية للمواطن السوداني. وهذا التصاعد في نهاية المطاف الآن رأينا كيف أن سقف المظاهرات اليوم على الأقل اتجه إلى مسألة إسقاط الوثيقة، إسقاط الحكومة. وبالتالي في تقديري هذه على كل ستكون لها ما بعدها، هذه المظاهرات سيكون لها ما بعدها. شكرا دكتور. الآن مع ينضم إلينا من الخرطوم القيادي بالحراك الشعبي المتحد أو ما يعرف بحشد الأستاذ المغداد خالد حسن. مرحبا بكم أستاذ المغداد. اهلا وسهلا بك استاذ الفاتح، واهلا بالجمهور الكريم. بصفتك قيادي في حشد، يعني راينا مظاهرات خرجت اليوم في العاصمه السودانيه الخرطوم، يعني شهدت الشوارع ضجه كبيره. من يقف وراء تلك المظاهرات وما هي الجهه المنظمه؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الجهه المنظمه هو تحالف، وهو تحالف بين مكونات سياسية ومجتمعية اتفقت على التي فشلها وإسقاط هذه الوثيقة الدستورية التي مكنت لهذا القوة المباشرة والعمل بدستور لتكوين حكومة مسيسة غير مسيسة، حكومة غير مسيسة في هذه الانتقالية تدير مهام الفترة الانتقالية المتعلقة فقط بإدارة عام الشمس السلم للسلطة وعقد انتخابات مباشرة. هذا هو ما اتفقت عليه هذه القوى المجتمع، هذا هو ما اتفق عليه وهو من هذا التسعي، هو مواطن هذه التي كان اليوم في أبريل أحدها وتستمر على التصعيد.
إلى أن نصلح هذه القواعد. هناك خلل في الصوت، إلى أن يتم إصلاح هذا الخلل أعود إلى ضيفي داخل الاستوديو. دكتور حسن، يعني من يقف وراء هذه المظاهرات، وما هي الجهة التي نظمت لها أو دعت لهذه المظاهرات؟ لعلنا الآن سمعنا بعض ما ذكره الأخ خالد أو الأخ المقداد حول الجهة المنظمة. هو عبارة عن تحالف لقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني تحت اسم الحراك الشعبي المتحد. ودعنا نكون أكثر دقة، فإن انقسام الثورة أو محاولة على الأقل استحواذ البعض برسم مسار الثورة واختطافها واستبعاد تيار على الأقل من التيارات الأساسية داخل الشارع السوداني، وهو تيار عميق وله جذوره في الشارع السوداني، يبدو لي هذا كان من أكبر الأخطاء التي تؤدي في عموم الثورات إلى حالة الانقسام السياسي والصراع المجتمعي. وبالتالي أنا في تقديري أكبر خطأ تم ارتكابه من قبل الحرية والتغيير هي محاولة استبعاد حالة واسعة في أو طيف واسع في الشارع السوداني، وهو الطيف الإسلامي. دعنا نكون أكثر دقة في تسمية الأمور بأسمائها. فعلى الأقل يبدو الآن حالة الحراك هي نعم واسعة وشاملة، تشتمل قطاعات من الإسلاميين، وربما تشتمل حتى على أطراف من داخل النظام السابق، باعتبار أن المسألة في نهاية المطاف لن يتولوا صدارتها، لكن سيكونون في النهاية جزءا منها. وهنالك قطاعات من الشباب المستاء أيضا الذين كانوا نشطاء جدا في الحرية والتغيير، وكانوا نشطاء في التجمع المهنيين. رأينا كيف أنه في الأيام الماضية تتابعت وتوالت عملية على الأقل الانسحاب من التجمعات المهنية والانسحاب من الحرية والتغيير ومحاولة الاصطفاف إلى الشارع. فواضح جدا أن حالة الاصطفاف الآن تتسع أكثر فأكثر، بدلا أن كان مثلا الحرية والتغيير ترى بأنها وحلفائها كذلك، بدلا أن كانت ترى بأنه صحيح. بإمكانها أن تحاصر التيار الإسلامي فقط وتضعه في زاوية وتراهن على هذه المسألة، يبدو المسألة هذه الآن تجاوزها انضم الزمن. إلينا من جديد القيادي بالحراك الشعبي المتحد أو ما يعرف بحشد، الأستاذ المقداد خالد. أستاذ المقداد، يعني من يقف وراء تلك المظاهرات، وما هي الجهة التي دعت لهذه الوقفة؟ طيب، الحمد لله، والصلاة والسلام. طيب، الحديث كان عن أن الجهة المنظمة لهذا الحراك هو تحالف حشد، وهو عبارة عن تحالف مكون من فئات سياسية ومجتمعية. المحور الذي اجتمعت عليه هو إسقاط هذه القوة الفاشلة، هو الحرية والتغيير، وإقامة انتخابات مبكرة، وإلى الانتخابات المبكرة تكوين حكومة غير مسيسة لإدارة الفترة الانتقالية. ومهام الفترة الانتقالية تقتصر فقط على إدارة معاش الناس وترتيب ترتيبات الانتقال السلم للسلطة طيب فقط. نعم، هذا ما اجتمعنا إليه فقط، وسعينا وكل هذه المساعي هو في سبيل هذا الهدف فقط. ومن هذه المساعي طبعا موكب اليوم 9 أبريل، وستتواصل إن شاء الله المواكب والتصعيد مستمر إلى أن نحقق هدفنا هذا بإذن الله. طيب، من أنتم في حشد؟ يعني من هو، حتى يعرف المشاهد الكريم، يعني من أنتم، مما يتكون حشد وما هو حشد؟ حشد ليست حزبا واحدا، وليست جهة واحدة، وليس إسلاميين فقط، وليس وطنيين فقط، إنما هي تحالف بين مختلف الأحزاب المخالفة لقوى الحرية والتغيير، غير الموقع الحرية والتغيير، وكذلك بعض المكونات المجتمعية وبعض الشخصيات. هذا هو تحالف حشد. طيب، هذه المظاهرة والأهداف المشتركة هي هذه التي ذكرتها. نعم. طيب، هذه المظاهرات لم يتم الإعلان عنها، يعني كيف كانت الاستجابة؟ ونحن رأينا حشود، يعني كيف، من أين أتت هذه الحشود؟ هذه الحشود يا أخي الكريم أصلا هي معبأة، يمكن أن تخرج في هذه الساعة، في هذه الليلة الآن. إذا خرجت إلى الشارع وأخبرت الناس أنني خرجت، سيخرج معك عشرات الناس. الوضع أصبح غير محتمل أخي الكريم. الرغيف الواحد بجنيهين، الوقود تمت مضاعفته 4 مرات، تم رفع الدعم عن الوقود، وهذه هي القشة التي ستقصي مظاهرة هذه البعير الفاشلة. الآن كيلو السكر ب 70 جنيه، الغاز معدوم تماما، الدولار ب 145، الكهرباء تقطع يوميا، لم يجد المواطن شيئا يمنعه من الخروج، فهذا شيء طبيعي جدا يعني. ولا أصبحنا لا نحتاج إلى إعلانات، ولا نحتاج أصلا إلى تعبئة، التعبئة هي جاهزة، ليست لا كورونا ولا غيره من الترتيبات الشرطية والأمنية ستمنع الناس من الخروج. طيب، أنتم فلا خرجتم، يحتاج الأمر أصلا إلى إعلانات يعني. طيب، أنتم خرجتم لهذه المظاهرة، يعني ما هي مطالبكم، أو ما هي مطالب الحراك الشعبي المتحد؟
مطالب الحراك الشعبي المتحد اولا اسقاط قوى الحريه التغيير التي اثبتت فشلها. جميع الاسباب التي ثار الناس ضد البشير لم تتحقق منها شيء، بل ازدادت وساءت اكثر. يعني الذين يرفضون الكيزان، ونحن كنا من الذين يرفضون الفساد والفشل الذي وقع فيه الكيزان، ولكن كل الذين كانوا يرفضون الكيزان بسبب بعض الاخفاقات التي حدثت في سنينهم الاخيره، هذه الاسباب التي خرج الناس من اجلها، اليس الان تضاعفت وتفاقمت اكثر؟ فما ما الان الذي يمنع الناس من الخروج ضد هذه الحكومه الفاشله؟ لم يخرج الناس ضد البشير الا للاوضاع الاقتصاديه فقط، وهذه الاوضاع الاقتصاديه الان تفاقمت. طيب ما السبب الذي يجعل الناس قابع في بيوتها الان؟ استاذ مقداد ابقى معنا، اعود الى ضيفي داخل الاستوديو دكتور حسن. يعني انت سمعت الان هذه الحراك وجد هذه المظاهرات وجد استجابه من الشارع، حتى لم تكن هناك دعوه رسميه في وسائل الاعلام او حتى على السوشيال ميديا. طيب هم لديهم هدف وهو اسقاط الحكومه التي اثبتت فشلها في الفترة التي حكمت فيها أو كانت على سدة الحكم. يعني كيف تنظر إلى هذا؟ هل يمكن أن تنجح هذه التحركات؟ على كل موضوع الثورات بشكل عام هي كما يقال موجات، وعلمتنا كذلك في إطار الموجات واستمرارها أن الموجة اللاحقة تأتي دائما أقوى وأشد وأكثر جذرية من الموجة السابقة. واعتقد ان الفتره السابقه على الاقل اتيح يبدو لي لكثير من التيارات ان ترفع على الاقل حاله الوهم وحاله الشيء اللي على الاقل لبس عليها ظنا منها بان هنالك كفاءات وان هنالك قدرات وان هنالك امكانيه لحل المشكلات. وما كان يقال كذلك من ان هنالك سرقات واموال وامكانات ضخمه جدا سميت بالمليارات، يعني من 60 الى 70 مليار دولار، كان على الأقل يبدو لي يسوق الوهم ويبيع البعض الوهم للشارع السوداني، وإذا به يفاجأ كل هذا لم يعد على الأقل منه شيء. الأمر الثاني، حتى فشلت هذه الحكومة في أن تثبت على الأقل ما كان موجودا، يعني ما وصلت إليه على الأقل الحالة في العهد السابق كان بالإمكان أن يكون هنالك تثبيت للحالة، لكن في تقديري دخلت في وقت مبكر جدا الحكومة الحالية في إطار ما يمكن أن نسميه بمنظومة الفساد الإداري والمالي. فهنالك كما نعرف هنالك إشكالات كبيرة جدا، وخاصة لأحزاب لا تمتلك القدرات على الأقل التنظيمية ولا تمتلك الكفاءات القادرة على إدارة الدولة. فرأينا كيف أن الأمور لجأت إلى ما يمكن أن أسميه بالمحاصصة الأسرية، أقرب الحال إلى المحاصصة الأسرية، كيف أن كل وزير يحيط نفسه طيب بمجموعة. طيب يا دكتور، فعلى كل الذي أريد أن أقوله بأن مسألة نجاح الحالة رهينة بتصاعد المطالبة الشعبية وانحياز جزء من الجيش أو على الأقل ضغط الجيش على التغيير، لأننا للأسف الشديد في عالمنا الثالث إذا لم تدخل هنالك قوة صلبة لدعم الثورات أو تتحول الثورة نفسها إلى حالة من العنف، التغيير قد يكون صعب. طيب يا دكتور، هم يعني هدفهم الآن ليس معالجة الوضع ولكن إسقاط الحكومة، هل ستسمح هذه الحكومة بأن جهة ما تسقطها خصوصا أنها تحالفت مع العسكر؟ هو بطبيعة الحال لو نظرنا إلى الأمور من زاوية رغبوية رغائبية بحتة لا أحد يريد أن يفارق السلطة، يعني لكن الله سبحانه وتعالى قضى في عالم الملك، قل اللهم مالك الملك تنزع الملك من تشاء، ولا أعتقد أيضا كان أحد يتصور لحظة إسقاط البشير بأن الأمور ستكون بتلك السلاسة التي تم بها عملية الانتقال. لكن لوحظ أن البشير مثلا نحي باللجنة الأمنية التي قدرت في تلك اللحظة بأن الأمور إذا لم يتم على الأقل استجابة لهذا الشارع قد ينقسم أو تحصل انقسام داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، وبالتالي على كل ذهبت الأمور في اتجاه على الأقل التضحية برأس النظام في سبيل الإبقاء على مؤسسة الدولة ونظام الحكم. طيب، الذي نلاحظه الآن أن الحرية والتغيير عمليا فشلت، لا تستطيع الآن أن تقنع الشارع السوداني إلا بشيء واحد، أن والله إن خرجت إلى الشارع فإن الكورونا حاضرة في المشهد، لكن لا تستطيع أن تقنع الشارع بأنها حققت إنجاز اقتصادي، حققت إنجازات على مستوى السلام، على مستوى موضوع الاستثمارات الخارجية، فشلت فشلا ذريعا. ففي تقدير الأمر لا يحتاج إلى أن نقول هي ترغب أن تغير أو لا ترغب، الكل طبعا بطبيعة الحال لا يحب أن يفارق كرسي السلطة. وأيضا علمتنا التجارب بأن إذا كانت هنالك تمرة واحدة في البلد فإن آخر من يأكلها هو الرئيس، يعني فبالنسبة لهم لا تفرق كثير بأن تمام. أيوة. الآن نعود إلى ضيفي القيادي بالحراك الشعبي المتحد الأستاذ المقداد. أستاذ المقداد، يعني أنتم قلتم تريدون إسقاط الحكومة،
طيب، هي الحكومة المدنية، هناك مكون عسكري، ما هو موقفكم تجاه العسكر يعني؟ والله يا أخي الكريم، طبعا نحن نطالب المؤسسة العسكرية باعتبارها هي الضامن لاستقرار البلاد، وهي الضامن للأمن البلاد والتوافق فيه، أن تغير هذا الوضع. يعني من باب الموضوعية، إذا أردنا تغييرا لن يحدث التغيير إلا المؤسسة العسكرية. يعني بحكم التغيير لم تطلب عليك التفاهم وتقول لك يا أخي أنا والله اقتنعت بأن أنا فشلت ونذهب إلى هناك عقد الانتخاب المبكر، هذا طبعا مستحيل. يعني هذا طبعا مستحيل، فالمؤسسة العسكرية هي التي ستحدث التغيير. فلذلك نحن نطالب المؤسسة العسكرية بأن تحدث هذا التغيير، بأن توقف هذه القوى الفاشلة ولكن العبث أستاذ المغداد، يعني بإدارة البلاد أنت الاقتصادية، والعبث بسيادة البلاد، والعبث بمكتسبات البلاد وبهوية البلاد وبكل الجوانب البلاد ومكتسباتها التاريخية، طيب ونطالبها بعقد انتخابات مبكرة وإنشاء وتكوين حكومة غير مسيسة. ولكن نحن ضد الاستبداد العسكري، نحن ضد الاستبداد سواء كان مدنيا او عسكريا، ولكن لا يعني انحياز المؤسسه العسكريه للشارع لا يعني استبدادا، هذا ليس استبداد، انما هذا انحياز الى الشارع، وليس أستاذ يعني المغداد، يعني من أنت أنت عاقل يرفض أنت هذا في التغيير. أستاذ المغداد، يعني أنت تطلب من الجيش أن يتدخل، الجيش هو الذي فتح القيادة العامة، نعم، فتح أبواب القيادة العامة للثورة عند بدايتها، وهو نفس الجيش اليوم أغلق عليكم الأبواب، يعني لم يسمح لكم بالمرور. طيب كيف سيسمح، كيف ستطلبون منه الطلب كهذا إذا لم يكن يسمح لكم فقط بالدخول كما سمح للذين كانوا من قبلكم يعني؟ والله هذا شيء ننكره على التصرف، ننكره على الجيش الذي حدث اليوم. يعني هذه ازدواجية في المعايير. الثوار عندما أتوا لاعتصام القيادة فتحت لهم الأطواق ودخلوا مباشرة إلى ساحة القيادة، واليوم نحن منعنا من ذلك وأتي بالسلك الشائك لكي لا نمر إلى شارع القيادة، وهذه ازدواجية في المعايير، ولن يوقفنا أي منع أو أي مواجهة أو أي كبت. سنستمر في هذا الطريق لأن هذا بالنسبة لنا هو مسؤولية وأمانة نتحملها، وتتحملها كل القوى المجتمعية والسياسية في إخراج هذه البلاد من هذا المأزق الذي أوقعته فيه قوى الحرية والتغيير. فلن نتوقف أبدا مهما كان المنع ومهما كان الواجهات، ونحن نتوقع في المستقبل منع ومعاملة بالقوة والعنف، ونتوقع هذا خاصة أن هناك مساعي إقليمية لمنع هذا الحراك السوداني المتحد من أن يتقدم. هناك نعلم ونتابع ونراقب هذه المساعي ما 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 الإقليمية ما والضغوط هي على تل ما المؤسسة هي تلك العسكرية. الجهات الإقليمية؟ هناك بعض التحركات الإقليمية للضغط على المؤسسة العسكرية بإيقاف هذه ما الحراكات هي ما والحشود، ما لأنها ما تخشى هي من عودة هذه الإسلاميين مرة أخرى. ما هي هذه الجهات يعني؟ نرجو أن تذكرها إذا كان لك علم بها. والله المحاور طبعا معلومة، محور الشر الإماراتي السعودي يضغط على المؤسسة العسكرية، تقوم المؤسسة العسكرية، ونحن يعني هنا نوجه رسالة إلى المؤسسة العسكرية بأن تفكر في أمن البلاد ومصلحة البلاد على أي شيء آخر، ونذكرها بأن هذه القوى وما تسندها من قوى إقليمية جميعهم لا مستقبل لهم في هذه البلاد، وإنما هم يفكرون في أطماعهم الاستعمارية ويفكرون في تقسيم البلاد، ونحن طيب نثق في أستاذ المغداد، ونثق هناك خلل في الاتصال، إلى أن تحل هذه المشكلة أعود إلى ضيفي داخل الاستوديو. أستاذ دكتور حسن، يعني هو أنت كما سمعت الآن الأستاذ المغداد يقول بأن هنالك بعض الجهات الإقليمية تحاول الضغط على العسكر، هل فعلا هذا كلام صحيح؟ وهل هذه الجهات يمكن أن تضغط على العسكر وتؤثر في القرارات الداخلية للسودان؟ بطبيعة الحال منذ تقريبا بداية الحراك كنا ننبه إلى أن أخطر ما تواجهه الثورة السودانية، وهي ثورة شعب تسعى إلى التحرر والعدالة والسلام، هو أن تقع في محور هو ضد هذه القيم وضد هذه الشعارات. هذا المحور الذي كما قلنا يواجه الناس في ليبيا، ويواجه الأحرار في مصر، ويواجه الأحرار في اليمن. هذا المحور الذي كنا دوما نقول بأنه لا يمكن أن يسمح لحركة الثورة في السودان أن تصل إلى مداها. بدأ على الأقل بتقسيم قواها المدنية، ظل يفرض على الأقل يعني نفوذه من خلال المؤسسة العسكرية،
ثم الآن دخل في مرحلة ثالثة وهي محاولة على الأقل الاستفادة من الأزمات في سبيل على الأقل تمرير الأجندات التي يريدها، ولكن الآن يبدو أن الأمور لا تتجه إلى ما كان يريده هو. فالشارع السوداني الذي نزل الآن، إلى الجماهير التي نزلت إلى الميدان، هي لا تطالب بطبيعة الحال العودة إلى الحالة الدكتاتورية أو إلى هيمنة العسكر. يبدو هذه الآن أم نقطة ماذا فاصلة. تبحث؟ هي تبحث الآن، القوى الجديدة هذه تبحث عن استكمال الثورة وليس الانقلاب على الثورة. هذه مسألة مهمة جدا. الاستمرار في الثورة يعني الحياة المدنية تستمر، الحياة الديمقراطية والحريات تستمر، المساواة في الحقوق والواجبات تستمر، مسألة المواطنة في الدولة السودانية تستمر، عملية السلام وتحقيقها تستمر. كل هذه القيم هي لن تكون في تقديري لصالح على الأقل أصحاب الأجندات الإقليمية. وبالتالي الآن سيكون الصراع فعلا كما ذكر الأخ المقداد، سيكون الصراع ما بين قوى الثورة الحقيقية التي تريد استكمال مشروع الثورة ويتجاوب معها نبض الشارع السوداني، ويعززها كذلك مسألة الفشل الحاصل لهذه الحكومة. وبالتالي الآن أنا في تقديري سيحصل هنالك أيضا، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن مؤسسة عسكرية متماسكة على طريقة واحدة. فالمؤسسة العسكرية نعرف في السودان لا أحسب أنها جميعا تقريبا على قلب رجل واحد مع الحالة التي طيب يا نراها دكتور، الآن. يعني وبالتالي المؤسسة العسكرية الخطورة الآن إن لم تتجاوب مع الشارع على الأقل لإحداث توافق سياسي واستيعاب كافة القوى السياسية وإعادة على الأقل واستعادة ثقة الشارع السوداني في سبيل الخروج على الأقل إلى عبور آمن، ستكون هناك مشكلة في أنت السودان. سمعت الآن يعني القيادي بالحراك الشعبي المتحد يقول بأن العسكر الآن هناك ازدواجية في التعامل أو ازدواجية في المعايير، يعني نفس الجيش نفس القوات سمحت للثورة للثوار بالوصول للقيادة العامة، اليوم منعوهم وأحضروا سلك الشايك وتم تقييد كل الطرقات، فكيف يمكن يعني وأنت تعرف أن في الجيش هناك تسلسل والرتبة تصدر من الأعلى، إذا هذا معناه أن القيادات العليا في الجيش هي راضية عن الوضع الذي عليه الحكومة الآن أو الوضع الذي عليه الوضع في السودان الآن، فكيف تقول بأن الجيش سينحاز أو هناك جهات ستنحاز إلى الثوار؟ هنا أولا دعني أنبه إلى مسألتين مهمتين جدا. أولا أنبه الشارع السوداني بأن دائما التاريخ أحيانا لا يتكرر بحذافيره، فظاهرة مثلا إشعال شخص لنفسه مثلا في تونس وإشعاله لثورة لن لن تنجح في تتكرر السودان. بطبيعة الحال في السودان ولا في مصر، وربما لو كررت الآن في تونس سيتعجب الناس لما الناس يحرقون أنفسهم. النقطة الثانية، علينا أن ندرك أن السلطة الآن الجناح العسكري داخل السلطة هو في نهاية المطاف محسوب على السلطة، وإن كان هو طرفي المعادلة الذي يسعى إلى الهيمنة في نهاية المطاف، ولكنه ليس هيمنة لقوة جديدة ربما أكثر جذرية وأكثر ثورية. وبالتالي هو الآن يجس النبض وينظر إلى مدى على الأقل قدرة هذا الشارع الذي نزل الآن، قدرته على الاستمرار، قدرته على الحشد، وقدرته على شل حركة الدولة في نهاية المطاف. أنا في تقديري قد يمنع اليوم الدخول إلى القيادة، لكن لا أعتقد أن القيادة موقع الاعتصام وساحة الاعتصام السابقة هي عبارة عن يعني الأرض المقدسة التي يجب أن يلج الناس إليها. يمكن أن يكون هنالك أكثر من طريق وأكثر من شارع وأكثر من مكان، والحالة الثورية عموما وأدوات تحريك الثورة أكبر من أنك والله تعتصم في مكان من الأمكن. أعتقد أن الواقع الآن لمن يتحرك في هذا الظرف التاريخي أفضل بكثير من الحالة التي كان عليها البشير على مستوى المعيشة، على مستوى الاستياء من النظام الموجود، سواء في ما كان على الأقل يروجه من مفاهيم. البعض ستحركه الغيرة الدينية، البعض ستحركه الحاجة المادية، والبعض الثالث ستحركه كذلك شعوره بالغبن في ثورة ظل على الأقل منذ بدايتها يعني مشترك فيها، وإذا به يجد نفسه خارج هذا. فعلى كل الآن أشبه ما يمكن أن نقول بأن المصائب تجمع المصابين، يعني كثير ممن تضرر من الحالة السياسية الحالية هو سينضم على الأقل إلى الشارع، وأعتقد في نهاية المطاف إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد فإن أن شاء الله يستجيب القدر. يعني مشاهدي الكرام، ونحن نستجيب لغرفة الكنترول، فاصل ثم نعود. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام، كما أرحب بضيفي داخل الاستوديو الدكتور حسن سلمان، والآن ينضم إلينا من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي محمد أبو زيد كروم. أستاذ محمد مرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم رأينا مظاهرات في خرطوم ووجدت استجابة من الشارع مع أنه لم يتم الإعلان عنها مسبقا، يعني هل في رأيكم ترى بأن الجهة الحراك الشعبي المتحد أو ما يعرف بحشد هل له خطة واضحة للتنسيق لحشود في الأيام المقبلة؟ والله طبعا من الواضح عمليا وفعليا انه الحراك الشعبي المتحد استطاع انه يثبت وجوده في الساحه السياسيه بحراك اليوم وحراك مباغت ومفاجئ. انا افتكر انه غير كثير في المشهد السياسي باعتبار انه احدث حراك وسط الخرطوم وهو غير معلن وحشد هذا الامر بشكل كبير. انا بفتكر انه هذا نجاح كبير جدا وينم عن عمل تكتيكي وعمل سياسي متقدم. تباعا لذلك كانت هناك حراك وبعض الولايات وكان الحراك الشعبي المتحد خلفه او الحراك الشعبي الموحد خلفه، بالتالي هو جسم يتكون من احزاب سياسيه وحركات وهي جهات لها خبره في العمل السياسي والعمل التنظيمي، وبالتالي ليس غريبا أن تحدث مثل هذه الاختراقات يعني التي رأيناها اليوم. ومؤكد أن هنالك يعني جداول ستوضع حسب بيان حشد نفسه، أن هنالك جداول ستوضع للحراك وتبعيد استولي الشارع، وبالتالي أنا بعتقد أن الأيام المقبلة حراكا كثيرا ومفصلا باعتبار أن حشد أو الحراك الشعبي الموحد ورتب لذلك واعلن لذلك امرا خاطئا. طيب يعني يا استاذ محمد، يعني لماذا لم نرى حتى الان اي بيان او اي حديث لمسؤول حكومي عن هذه التحركات، خصوصا انها وصلت الى ابواب القياده العامه؟ نعم، انا افتكر ان هذا السؤال هو بنفسه يعني يعطي انطباعا وكان هنالك دوله بمعنى الدول التي تراقب والتي تحسب والتي تصدر قرارات وتصدر بيانات وتعليقات. انا اعتقد ان هذا السؤال ليس سؤالا واقعيا يعني، واعتذر عن هذا الوصف باعتبار ان ليس هنالك دوله بمعنى الدوله، يعني السودان ليس محكوما بدوله لها قدره على التحكم ولها القدره على اتخاذ القرارات. انا افتكر ان مجموعه من الاشخاص هم الان على سكه الحكم وسدد وحقيقة لا يعلمون ماذا يفعلون، وبالتالي أنا لست مستغربا لا يكون هنالك ردة يعني توافق الأحداث والأبعاد. هذه اللامبالاة بنشوفه في كل مناحي الحياة السودانية يعني ليس هذا التحدي. طيب وبالتالي أنا لست متوقعا أي ردة فعل إلا في اللحظات الأخيرة والسقوط التي حدثت لنظام البشير والتي ستحدث لهؤلاء الذين يحكمون الآن لأنهم لا يعون ولا يعلمون. على 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 ذكر البشير، هل صحيح فعلا بأن المتظاهرين خلال يوم رفعوا شعار الليلة ما بنرجع إلى البشير يرجع، أم هذا قديم يعني منذ العام الماضي؟ رأينا فيديو نعم كان متداول. نعم، هذا سقف وهذا سقف الوسائط للأسف التي يعني استقل أسوأ استقلال لضرب الأشياء تشويه الآخرين وللابتزاز وللكذب الرخيص. هذا الفيديو المتداول اليوم والذي كتب عليه أنه من حراك اليوم هو فيديو قديم منذ صار القيادة الأول في أبريل من العام الماضي، وحتى لو دقق في سماع الكول الذي يقال هو الليلة لن نرجع للبشير يطلع، إلا البشير يطلع بالمناوئين للبشير هؤلاء المعارضين الذين وصلوا للقيادة، فكانوا يقولون لن نرجع للبشير يطلع. والأمر مختلف تماماً عن اليوم، وحتى هؤلاء ليسوا مناصرين للبشير، هؤلاء هم معارضين للبشير. بالتالي حصل اللعب على الفيديو وتم بثه على مواقع ضرب الذي حدث اليوم، لأنه لن ينجح لأنها غايات واعية والتي اجتهدت في توضيح الصورة
وانا فكري ان المشهد واضح آه للنبيل شكر نريد ان شكرا جزيلا نريد ان الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي محمد أبو زيد كروم من الخرطوم، نشكرك على هذه المداخلة. الأستاذ حسن سلمان، كما سمعت الأستاذ محمد كروم يقول بأن عندما سألناه لماذا لم يخرج متحدث رسمي للتحدث عن هذه المظاهرة التي كانت وجدت استجابة كبيرة جدا، يعني وصف بأن ليس هنالك أصلا دولة، فما تعليقكم على هذا القول؟ هو يعني يبدو لي الأدق أن نقول ليس هنالك الآن على الأقل نظام سياسي فعلا راشد مدرك يتعامل مع الأمور بشكل مع كافة المواطنين بمنطق واحد، وينظر إلى الجميع بأنهم مواطنون وعليه أن يستمع إلى مطالبهم. وإلى رأينا كيف تعامل قبل هذا وزير العدل مع المذكرات النسائية. وعلى كل الذي أريد أن أقوله، للأسف الشديد الآن المشهد السوداني في هذه اللحظة تسيطر عليه قوتان، يمكن أن نقول إحداهما تستند على ما يمكن أن نسميه بالحسم العسكري والأمني، وقوة أخرى تؤمن بالحسم الثوري وفق على الأقل أدبيات اليسار بشكل عام. فقوة إيديولوجية لا تؤمن على الأقل بالمخالف، لا تؤمن بالرأي الآخر والطرف الآخر، بل هي تنطلق من أحقاد وتنطلق على الأقل من خلفيات فيها نوع من الانتقام. وبالتالي طبيعي جدا أن لا يكون هنالك اهتمام. وربما رأينا أول رد فعل لهذه المظاهرات كانت من الحزب الشيوعي السوداني، بالرغم من ان الحزب الشيوعي السوداني كما يقال يعني رجل واحده في الداخل ورجل واحده في الخارج يعني. نعم. فهو اشبه ما يكون الان كانما عباره عن حزب من خارج السلطه، ولكنه يريد ان يكون ايضا ضد الشارع وضد التصعيد الذي يحصل الان. ومستغلا او على الاقل ينظر الى هذه المظاهرات وحركتها في هذه اللحظه هو على الاقل تهديد للحاله الصحيه وتهديد للمواطنين في صحتهم، ولكنه لم يلتفت على الاقل هذا الحزب الذي كان ينبغي ان ينحاز الى الجماهير وينحاز الى الطبقه الكادحه وينحاز الى الفقراء والى المساكين والى المعدمين. للاسف الشديد اليوم يصطف مع ما يمكن ان نسميه بقوى الراسماليه والليبرالية الجديدة التي هي تحمل أجندات القوى الدولية فيما يتعلق بالنظام الرأسمالي. وإذا الآن الحزب الشيوعي ينحاز في هذه اللحظة إلى هذا النوع من الأداء في داخل الدولة السودانية، طبيعي جدا في تقديري أن الحكومة تتجاهل هذا الوضع وتريد أن لا تعطيه إن والله زخم، هل تعتبرهم شذاذ آفاق؟ تريد أن تقول بأنه بسيط جدا، وتريد أن تصفه بأنه لا يستند إلى قاعدة شعبية وأنه مخلفات النظام السابق، وهذه الأوصاف التي طبعا يقولها كل نظام على الأقل ضد مناوئه في مثل هذه الأحوال. طيب يعني لماذا لم تجد هذه المظاهرات أي ردة فعل أو مقاومة من الشرطة؟ يعني خصوصا بأن هنالك من خرج في 6 أبريل، يعني كان هنالك استخدام الغاز المسيل للدموع، وهناك شائعا أن إحدى الفتيات قد استشهدت، ولكن الحمد لله أن الخبر نفي بعد ذلك. يعني الذين تمت مهاجمتهم هم كانوا خرجوا إلى المطالبة بحق الشهداء، وتعاملت معهم الشرطة بكل عنف. الآن أو اليوم خرجت هذه المظاهرة لم يعترضها أحد من كوبري المكنمير إلى أن وصلت القيادة العامة، ولن يرفع في وجهها حجر. يعني ما دلالة هذه الحدث، يعني أو أن الشرطة لم تتعرض لهم؟ دعني أقول، أول مسألة الشرطة بشكل عام ما بعد الثورة تريد على الأقل ولا السلطة السياسية بشكل عام أن تظهر بأنها هي ليست ضد المظاهرات وضد كبت الحريات وغيرها، وتريد هذه المساحة ولكن حصل في على 6 أبريل. الأقل هذه نعم يأتيك إليها، هذه تريد أن تظهر من هذه. لكن بالنسبة للمظاهرة السابقة، وهي أنا ذكرت أكثر من مرة بأنه الملف الحساس داخل السلطة وهو ملف الاعتصام وملف الشهداء، هذا الملف هو عبارة عن القنبلة الموقوتة على الأقل للحكومة الحالية، وبالتالي كل الأجهزة لن تسمح على الأقل فتح هذا الملف والتصعيد فيه أو الاتجاه نحو التصعيد من خلال ملف الاعتصام. ولذلك على كل لا أدري هل هي مقصودة، هل هي مقصودة مثلا من الإخوة الآن اللي على الأقل هم في الشوارع وتحركوا اليوم اللي هو الحراك الشعبي المتحد، لم يثر لو تلاحظ قضية المعتصمين، ربما لأنه أدرك على الأقل هذه المسألة وحساسيتها في من قبل السلطات. فعلى كل هذه بشكل أو آخر هي فعلا فيها من زاوية فيها ازدواجية في أنك تتعامل مع مظاهرة بالعنف وبالضرب، ومظاهرة أخرى تتعامل معها التساهل والمرونة. طيب بما أن الحراك أعلن بأن سينزل جدول
إعلان للمظاهرات الأيام، وربما أعلن في 12 من هذا الشهر، أي بعد يومين 3 أيام. فهل في ظل هذا الوضع، فهل نتوقع خصوصا مع تفاقم انتشار مرض كورونا، وأعلن الوزير وأحد المتحدث باسم الحكومة الأمس بأن حالة الطوارئ، إعلان حالة الطوارئ يحتاج إلى ترتيبات، فهل ستتخذ الحكومة الحالية مرض كورونا كذريعة حتى تعلن حالة الطوارئ لمنعهم من ترتيب أو الخروج في مقبل الأيام القادمة؟ هي على كل الآن لا تمتلك الحكومة الحالية أي شيء على الأقل تقدمه للشارع في حل مشكلاته، وبالتالي لا تملك كما قلت إلا موضوع المرض والتهديد بهذا المرض والتلويح بأن الخروج في هذه اللحظة يشكل على الأقل مهددات صحية، وهي قد تكون صحيحة، ولكن كما ذكرنا بأن المشكلة الآن التي تواجه الشارع السوداني أن الأزمات تتفاقم وأن المشكلات تتفاقم، وبالتالي استوت عنده تقريبا الجلوس داخل في البيت خوفا من الكورونا و البقاء فيها أيضا، وهو يواجه تقريبا مشكلاته اليومية في المأكل والمشرب والغاز وغير ذلك. فعلى كل هذه مشكلة ستظل في تقديري موجودة ما لم تكن هنالك حلول جذرية، فالحكومة لا تملك على الأقل قمع الشارع، وحتى لو حاولت تقمع الشارع أنا في تصوري أن الشارع سيتجه في نهاية المطاف إلى التصعيد، وربما من خلال تجارب الإسلاميين التي رصدناها في الثورات السابقة حالة رمضان قد تكون الحالة التي يعني ترتفع فيها على الأقل وتيرة، خاصة في السودان رأينا كيف أن مسألة رمضان كانت دائما محل لتحريك الشارع واستنهاض الروح الخاصة بعملية تحريك المسلمين. فهذا على كل أتوقع أنه في شهر رمضان ربما تتصاعد الأمور إذا لم تكن هنالك معالجات، أو على الأقل تكون هنالك حالة انقسام داخل قوى الحرية والتغيير، وتلجأ على الأقل إلى نوع من التوافق السياسي، والرهان هنا سيكون على حزب الأمة إذا كان على الأقل الصادق المهدي ومن معه ذهبوا في هذا الاتجاه، هنا تكون الحكومة تلقائيا سقطت. وحزب الأمة هذا لم يستطع أن يوطن نفسه. طيب، الآن ينضم إلينا من الخرطوم الدكتور محمد علي الجزولي، رئيس حزب دولة القانون والتنمية. مرحبا بكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم رأينا مظاهرات في جابر في الخرطوم، وحتى وصل إلى باب القيادة العامة ومنعت، وجدت الجيش هناك بالسلوك الشائكة. هل رد فعل الجيش هذه تثبت تواطؤ صلاح قوش سابقا في فتح المسار للمتظاهرين في بداية الثورة حتى يدخلوا القيادة العامة؟ أم ماذا نفهم من ذلك؟ يعني هم سمحوا من قبل أن للمتظاهرين أن يدخلوا إلى القيادة، والآن منعوا هؤلاء، فماذا نستطيع أن نفهم من ردة الفعل هذه؟ طيب، أولا نحن كقوة حراك مدني ثوري غير معنيين بماذا سيب على الجيش، يعني إحنا ما مهتمين كثير بماذا سيب على الجيش، نحن يهمنا أن تمتلئ الشوارع بالتظاهرات لإسقاط هذه الحكومة الخائنة، الحكومة التي زادت الخناق الاقتصادي على المجتمع السوداني التي عطلت الحياة تماما. الآن الخرطوم في حالة بتاعت شلل كامل، الآن هي تحت ذريعة كورونا والإجراءات الصحية، تنسى أن هنالك نصف فارغ من الكوب وهو الآثار الاقتصادية الخانقة إزاء هذه الإجراءات الصحية. ولذلك هذا الحراك في الشارع من قبل قطاعات الشعب المختلفة هو نتاج طبيعي جدا لحالة العوز والفقر والجوع، فإن لم يكن لم تكن الحكومة تريد أن يموتوا بالمرض بهذه الإجراءات فإنهم سيموتوا بالجوع. ولذلك الحراك في الشارع ويطالب قوات الشعب المسلحة بمعالجة هذا العبث بالأمن القومي السوداني، وكذلك بالفشل الذريع، إنهاء حالة الفشل الذريع من إدارة شؤون الناس وتأثير هذه المطالب التي من أجلها ثار الناس في ديسمبر 18. هذا هو الذي يطالبون بأن يكون هناك ليس فقط تزكية بين هذا الحرب العربي، إن قوة عسكرية موجودة في الجيش، نحن لا نستجد الجيش، نحن هذا الجيش الأصل أن يقوم من مسافة واحدة من كل القوى السياسية، الأصل أن يستجيب لنداءات الشعب ونداءات الفقراء ونداءات أهل العوز وأهل المرض وأهل الفقر والعطالة الذين الآن تأذوا جدا من هذه القرارات الاقتصادية التي اتخذتها قحط والتي تنتوي اتخاذها برفع الدعم عن الوقود. الآن حقيقة في الواقع تم رفع الدعم عن الوقود، لأن جميع الذين يسكنون الآن خرطوم يعلمون أن هنالك محطات للوقود التجاري وهنالك محطات للوقود المدعوم،
ولا يجدون محطات الوقود المدعوم تعمل، وإنما تعمل فقط محطات الوقود التجاري. فشيئا فشيئا أرادت قحط أن تجعل عملية رفع الدعم تنزلق نفسيا وتطبق عمليا من غير أن تعلن هي عن قرار اقتصادي برفع الدعم للوقود. تبقى الآثار الاقتصادية في على قطاع الإنتاج، على قطاع النقل، على قطاع التجارة، على جميع القطاعات الأخرى إذا رفع الدعم عن الوقود عمليا وإن لم تتخذ به قرار رسمي حتى الآن. ستبقى هذه الآثار يعني تلتف بحبالها حول عنق المواطن. يعني طيب الحراك الآن في طريقه للتصاعد، لأنه هذا نتاج طبيعي لحالة الخناق الاقتصادي الذي يعيشها السودان الآن. طيب دكتور محمد، هل وضعت جدول أو هناك خروج سيكون في بعض مدن السودان؟ يعني اليوم رأينا في الخرطوم، هل نتوقع مدن أخرى أن تخرج خلال الأيام الماضية، خلال الأيام القادمة؟ هناك مظاهرات الموقف على الخرطوم، هناك مظاهرات اليوم في الديوان، بالعكس كانت مظاهرات في عبرة، واليوم هناك مظاهرات في المنازل وهكذا. يعني الثورة عندما تأتي لا تستخدم دكتور محمد، هل نتوقع، يعني دعنا نختم بهذا السؤال، هل نتوقع صيفا حارا على قحط في خلال الأيام القادمة؟ نعم، هو شتاء حارا، قحط ليس صيفا فقط حار، حتى شتاء كان حارا. يعني الناس فوجئوا بأن أمال الثورة في إيجاد كفاءات وطنية مستقلة لم تتحقق. عرفت أن في مسيرة السياسة السودانية كلها لم تنل غير مقعدين في البرلمان، يعني هذه قوى اليسار المتطرفة التي تحكم الخرطوم الآن. شكرا جزيلا الدكتور محمد علي الجزولي، رئيس حزب دولة القانون والتنمية، كان معنا من الخرطوم. دكتور حسن سلمان، تعقيب على حديث عن حديث الدكتور محمد علي الجزولي. أول كما ذكر، يعني أنا أؤكد على ذات الكلام في أن المسألة فعلا ستتصاعد، وهذا ما أكدناه مرارا وتكرارا، وكنت دائما أقول بأن الانقسام في القوى المدنية بطبيعة الحال سيؤدي بنا في نهاية المطاف إلى تصعيد على الأقل القوى التي همشت، وخاصة إذا كانت هذه القوى المهمشة أو التي استبعدت قوى فاعلة ومؤثرة ولها وزنها السياسي، لها امتداداتها الشعبية، ولها كذلك وجودها التنظيمي على مستوى الشارع. أعتقد أن الأمور ستتجه في تقديري على الأقل في الفترة السابقة، ربما كان هنالك البعض يؤثر بأن يعطي على الأقل هذه الحكومة فرصتها حتى لا يقال بأنكم تعجلتم الحكومة، ولكن الآن مرور عام على هذه الحكومة على الأقل وفشلها التام في حل مشكلات المواطن السوداني، أضف إلى ذلك الآن الاتجاه على الأقل إلى الدخول إلى المناطق المحظورة، خاصة مسألة رفع الدعم ولو بطريقة ملتوية، يعني بالإضافة إلى الشحدة، أضف إلى ذلك يعني إلى غيرها، حتى مما سلكته الآن في قضية تهديد السيادة السودانية بطلب على الأقل موضوع التدخل، طريقة التعامل مع الولايات المتحدة في موضوع المدمرة، كل هذه في تقديري ستساعد على الأقل من ينتوون في هذه اللحظة التاريخية الخروج إلى الشارع وتأليب على الأقل الشارع السوداني للوصول إلى على الأقل حالة جديدة كما سميتها، هي حالة استكمال الثورة وتحقيق على الأقل تطلعات الشباب الذي كان ينادي بحرية، سلام وعدالة، والثورة خيار طيب الشعب. في حال استمرار هذا الوضع، يعني ماذا سنتوقع من الجيش إذا استمرت المظاهرات؟ في تقديري على كل، إذا كان رصدنا مواقف الجيش السوداني تاريخيا، هو الجيش بطبيعة الحال يأمل أن على الأقل الحكومة التي هو يكون جزءا فيها أن تستمر بقدر الإمكان وأن لا تسقط، لكن الجيش نفسه أعتقد أنه في هذه اللحظة التاريخية يدرك تماما بأنه أمام مسؤوليات تاريخية،
وأنه واحد من اثنين، إذا كان ذهب الآن في قمع الشارع وعدم الاستجابة لمطالبه فإن الأمور قد تنفلت إلى خيارات أخرى ربما لا يرقب فيها الجيش ولا ترقب فيها حتى القوى المدنية الآن اللي هي على الشارع. النقطة الثانية، قد يفقد على الأقل ثقة الشارع السوداني وبالتالي لن يكون محل الثقة، وربما تسبب كما ذكرت أيضا هذا النوع من التحيز نحو القوى المدنية الحاكمة الآن، قد يسبب إلى مشكلات أيضا داخل المؤسسة العسكرية نفسها، حيث ليس كل الذين الآن داخل المؤسسة العسكرية مثلا هم يؤيدون قحط ويرون أن برنامجها هو الخيار. وأن دكتور، بما أنه يعني الجيش تذكرت بأن تماسك البلاد وكذا، اليوم صرح البرهان بأن البرهان أمس عن عدم السماح بالتعدي على الأراضي السودانية، ما دلالة هذه التصريحات؟ هو على كل يريد على الأقل أن يثبت بأن مع الاستياء العام الشعبي ظهرت على الأقل خلال الفترة الماضية نوع من على الأقل تماسك داخل المؤسسة العسكرية، نوع من الاحترام ربما نمت عند بعض الأطراف خاصة غير المسيسة التي لا يعنيها كثيرا قضايا الحريات أو هيمنة عسكر أو مدنيين. ولكن يقول التصريحات هذه أتت عندما كان في مدينة القضارف. نعم، هذه لها دلالات أخرى. هي الآن على كل ذهابه إلى القضاري في محاولة في النهاية إلى يعني أقل ما يفعله قائد للجيش ورأس الدولة ومهاجم أراضيه ودخول على الأقل من بعض القوات الأثيوبية على الأراضي السودانية استلامها لقطاعات واسعة أو أراضي واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة القضارف أو ولاية القضارف، أقل ما يفعله على الأقل تهدئة الأمور بهذا النوع من التصريح، ثم يترك بعد ذلك الدبلوماسية لتعمل عملها. الزيارة لم تكن بطبع دبلوماسي، ذهب هو ومعه مدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأركان، لأن الفعل عسكري، يعني الفعل على الأرض على الأقل الآن هي حالة احتلال على الأقل لقوات أثيوبية على أراضي سودانية. طيب إذا رجعنا على كل تاريخيا كانت دائما قبل الخريف هذه الأشياء تحصل، وكان في السابق على الأقل انشقال القوات السودانية بمناطق دارفور والنيل الأزرق وغيرها أخلت منطقة القضارف وحصل فيها عموما اختراقات أمنية. غالبا كانت الحكومة خلال الفترات الماضية تتجنب أي محاولة صدام في منطقة. طيب نحن سنتناول هذا الموضوع، موضوع استيلاء الجيش الأثيوبي على بعض المناطق في السودان. أتمنى من الأخوة في الكنترول الجهي أن يكون لديهم التقرير جاهز، نستمع لهذا التقرير ثم نعود لنكمل حتى نكمل الموضوع. تعود العلاقة بين السودان وأثيوبيا إلى قرون طويلة مضت، نسجت فيها الجغرافيا والثقافة علاقات وطيدة بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فنهر النيل الذي يتدفق من أعالي جبال إثيوبيا ويمر من السودان متجها في طريقه نحو مصر ظل رافدا أساسيا يسقي روابط الأخوة الإنسانية بين البلدين على المستوى الشعبي والرسمي. سادت العلاقات الإثيوبية السودانية بعض التوترات والأزمات خلال العقود الأخيرة، ولكن تلك الأزمات لم تؤثر على عمق العلاقة واستمراريتها رغم كثرة الحروب وحركات التمرد المسلح التي واجهت السودان. بالأمس تحدثت وسائل الإعلام عن زيارة قام بها رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان لمنطقة دوكا المتاخمة للحدود السودانية الإثيوبية، وصرح البرهان بأن هذه الزيارة جاءت للتأكيد على جاهزية القوات المسلحة لحماية البلاد وحراسة حدودها دون التراجع عن ذلك. تحدثت وسائل الإعلام أيضا عن زيارة غير معلنة قام بها رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتثير هذه الزيارة المفاجئة العديد من التساؤلات. الزيارتان جاءت في ظل توتر يسود المنطقة الحدودية بعد توغل مسلحين إثيوبيين في الحدود السودانية، وحديث عن اشتباكات بين المسلحين والمزارعين السودانيين في المنطقة الحدودية. رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بدوره أعلن في تغريدة له اليوم أن رئيس مجلس السيادة الفريقي أول البرهان قد هاتفه اليوم وناقش خلال المحادثة معالجة التحديات بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية للتغلب على هذه الفترة الصعبة، وتطرق لأزمة جائحة كورونا مضيفا أن بلاده تؤيد رفع العقوبات المفروضة على السودان. فهل تؤثر التوترات الحدودية على العلاقة بين البلدين أم أنها سحابة صيف عابرة؟ مرحبا بكم مشاهدي الكرام، كما أرحب بضيفي ربما للمرة الأخيرة
دكتور حسن، يعني كما رأينا أن قوات أثيوبيا أو قوات أثيوبيا قوامها 60 مجروس و20 دبابة دخلت في عمق الأراضي السودانية في منطقة تتبع لولاية القضارف، هل لهذا التوقل هل له علاقة بموقف السودان من سد النهضة، أو له علاقة بزيارة حميتلي الأخيرة إلى القاهرة؟ ربما فهم الأثيوبيون بأن السودان الآن هو في الجانب المصري، فأرادوا أن يستخدموا تلك الأرض ككرت ضغط على الحكومة السودانية. دعني في نقاط مختصرة على الأقل أؤكد على ما يلي. أولا، لا أتصور أن ما يجري الآن في شرق السودان له علاقة بموضوع سد النهضة لاعتبارات جميل. كثيرة جدا، والطرفان السوداني والأثيوبي في هذه اللحظة التاريخية يحتاج فعلا إلى بعضهم البعض. الموقف السوداني إلى حد كبير متماهي مع الموقف الأثيوبي، وأثيوبيا لا تريد أن تفقد السودان في موضوع سد النهضة. وموضوع سد النهضة على الأقل في المنظور الاستراتيجي الأثيوبي يعتبر بالنسبة لهم مهم، مهم جدا. النقطة الثانية أيضا المفيدة في أن تفيدنا في التحليل بشكل دقيق، أن الحدث لا يأتي معزولا عن سياقات تاريخية، فهو على الأقل كانت دائما هذه المنطقة تشهد هذا النوع من الاعتداءات ما بين على الأقل المزارعين السودانيين وما بين قوات شفتة أو غيرها في فترات الخريف وما قبل الخريف. نلاحظ دائما كان يحصل الاعتداء وتحصل بعد ذلك الدبلوماسية تعمل عملها. النقطة الثالثة، يبدو لي الآن تعاملت الحكومة السودانية برسالتين واضحتين. الرسالة الأولى أرسلها رئيس مجلس السيادة، وهي رسالة أقرب إلى ما إلى التلويح بالقوة، وأنه نحن كقوات مسلحة لن نفرط في حدودنا وأرضنا، وخاصة الأراضي الآن التي تم الدخول عليها ليست محل تنازع أصلا، يعني هي أراضي سودانية لا خلاف عليها. هنالك ربما مناطق متنازع عليها تاريخيا معروفة، لكن المنطقة التي تم الدخول عليها حاليا هي لا، منطقة سودانية مناطق 100%. سودانية بحتة 100%، وبالتالي على الأقل أعتقد الموقف الأثيوبي سيكون ضعيفا. النقطة الرابعة التي أؤكد عليها، أن الحالة في أثيوبيا الآن في إطار صراع القوميات والأقاليم، أعتقد أيضا الحكومة المركزية أحيانا قد لا تكون على علم تام بما يجري، أو على الأقل بما تقوم به الحكومات الولائية من تفلتات أحيانا هنا وهناك. وبالتالي الحكومة السودانية تعاملت برسالة عسكرية من خلال البرهان، وبرسالة دبلوماسية من خلال أيضا الاتصالات ما بين الرئيسين طيب يا وكذلك رئيس دكتور، الوزراء يعني السوداني. هناك زيارة سرية إلى قام بها حمادوك إلى أثيوبيا، وحسب مصدر أثيوبي صحفي أثيوبي يقول بأن حتى الاستقبال كان باهت جدا، استقبله موظفون عاديون جدا في المطار ودخل إلى الدولة. فكيف ننظر إلى أن الاستقبال كان باهت جدا والزيارة كانت سرية في ذات الوقت؟ على كل، ربما أنا أقول قد تكون هنالك عدم رضا، ربما يكون موجود عدم رضا بين الطرفين، وخاصة الحكومة أبي أحمد هي أيضا لا تمر بوضع مريح بالنسبة لها. لكن أنا عموما إلى هذه اللحظة قراءتي أني لا أتصور أن الأمور على الأقل تذهب في اتجاه تصاعدي، أو لا ينبغي على الأقل أن تذهب في اتجاه تصاعدي ما بين الدولتين. ونحن نعرف حساسية الآن الموقف بشكل عام في المنطقة، والتعامل في تقديري من خلال معالجة المسألة من عن طريق طيب الطرق الدبلوماسية يكون أولى وأفضل. دعنا نختم بهذا السؤال، وزير المخابرات المصري زار السودان اليوم والتقى بحمادوك. على كل، ربما يكون هنالك تحركات مصرية على الأقل في محاولة كسب السودان لصالحه، لأنه الحكومة المصرية حتى هذه اللحظة ليست راضية طبعا عن الموقف السوداني، وستظل تبذل جهود كبيرة وحثيثة حتى تستطيع على الأقل كسب السودان لصالحها، لأنها لا تستطيع في ظل مفاوضات، بالذات المفاوضات بشأن سد النهضة، إذا لم تكسب السودان فإن الأمور لن تصب في صالحها. ولكن السودان كما تابعنا ورأينا هو يحرص على مصالحه، وللأسف الشديد طبعا هذه قضية معروفة، ظل السودان استراتيجيات الأمن القومي عنده في السابق كانت تتجه شمالا لربط العلاقات مع مصر، ولكن في ظل الإنقاذ على الأقل ظلت في توازن ما بين الشرق والشمال. ورأينا عدد من الكتاب ربما منهم أبو القاسم حاج حمد كان ينادي باستراتيجية الاتجاه شرقا، ومحاولة على الأقل ربط السودان أمنه القومي منطقة القرن الأفريقي. فأعتقد أن السودان لن يفرط على الأقل في هذا الاتجاه. وأيضا معروف أن إثيوبيا بالنسبة للسودان كراعي لعملية الاتفاق الحالي للحكومة الحالية ووجود وقيادتها للاتحاد الأفريقي، لا أعتقد أن السودان يفرط في العلاقات معها، أو يعني على الأقل يدخل معها في إشكالات. فعموما نأمل إن شاء الله أن تنتهي الحالة
على الأقل تفاهم وبنوع من تجنب كل ما يؤدي إلى حالة حرب ما بين البلدين. شكرا جزيلا دكتور حسن. في الختام أشكر ضيفي الدكتور حسن سلمان الباحث في الشأن الأفريقي. بهذا مشاهدي الكرام نصل إلى نهاية الحلقة، نشكركم على حسن المتابعة، وفي أمان الله.